الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى رسول الله أجمعين. وبعد، فبداية يعني كل الشكر والتقدير للأخ العزيز معالي الدكتور أشرف الربحي وزير الشباب والرياضة على دعوتي الكريمة، ويشرفني أن أنضم إلى معاليه للترحيب بالسادة المعالي السادة الوزراء والسادة ممثلي دولهم في جامعة الدول العربية والحضور الكريم. ويسعدني أن نكون معا، والحقيقة سأتحدث في زاوية غير تقليدية، أو يعني الطبيعي أن يمكن لما تقال دور المؤسسات الدينية الرسمية، بما أن احنا معظم المتحدثين في هذا الندوة من جمهورية مصر العربية، فلن نستعرض التجارب الخاصة، لأن لو استعرضنا كان يتاح لكل الزملاء أن يستعرضوا تجاربهم الخاصة. ولكن هنتناول زاوية هامة جدا، هي نظرة الناس وبخاصة الشباب، وإحنا مع وزراء الشباب، إلى المؤسسات الدينية الرسمية. للأسف الشديد حاولت الجماعات المتطرفة أن يعني تضع أنواع الشك في نفوس الشباب تجاه المؤسسات الدينية الرسمية، وليس تجاه المؤسسات الدينية الرسمية فقط، بل تجاه كل المؤسسات الرسمية في الدول. يشككوا في جيشه، يشككوا في شرطته، يشككوا في قضائه، يشككوا في مؤسساته الدينية، في كل ما هو يتبع الدولة، لأن بوضوح شديد هذه الجماعات لا تقوم إلا على أنقاض الدول، ولا يمكن أن تجد لها مكانا في دولة قوية. فقوة الدولة تعني ضعف هذه الجماعات، هذه الجماعات تعمل بكل قوتها على إضعاف الدول، وتضع الناس في مقابلة خاطئة بين يعني الدين والدولة. والحقيقة دي قضية في غاية الأهمية، فكان بنأكد عشان نضع عدة عناوين سريعة. أولا، المؤسسات الرسمية ليس الدينية فقط، المؤسسات الرسمية في كل الدول بقى، سواء كان وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، وزارة الشباب، المؤسسات الدينية هي صمام الأمان لأي دولة. المؤسسات الرسمية هي صمام الأمان لأي دولة من الدول، وطبعا وبالطبع في القلب منها المؤسسات العسكرية والمؤسسات الدينية، لأن مواجهة التطرف تقوم على محورين أساسين، الأول الأمن وهو ما تقوم به وزارات الدفاع والداخلية، والآخر الفكر وهو ما تقوم به وزارات أو المؤسسات الدينية والثقافية. حتى لما نيجي نتناقش بمنطق الولايات الشرعية أو بمنظومة الدولة العصرية، هناك الحاكم أيا كان، ودي قضية اتكلمنا فيها كثيرا، نظام الحكم، وقلنا ان الاسلام لم يضع نظاما او قالبا جامدا ثابتا لدى نظام الحكم الاسلامي، من يحكم به فيحكم بالاسلام، ومن لا يحكم به لا يحكم بالاسلام. وبنقول اي جماعة عندها منظومة جيبها لنا، ان الاسلام لم يضع، ما حددش تفاصيل وقال ده القانون الاسلامي وغير القانون، وانما وضع ضوابط عامة. هذه الضوابط تسمى ضوابط الحكم الرشيد، وهو تحقيق العدل، منع الفساد، حرية المعتقد، العمل على قضاء حوائج الناس. أي حكم يحقق للناس العدالة الكاملة بمفهومها الكامل، العدالة، ويواجه كل أنواع الفساد والريشة والمحسوبية، ويعمل على قضاء حوائج الناس وتوفير الاحتياجات الأساسية، ويوفر حرية المعتقد، فهو حكم رشيد بغض النظر عن اسمه أو مسماه أو شكله أو صورته. إذن لكن كل نظام لابد له من رأس. هم أخذوا موضوع الخلافة وأرادوا نظاما محددا يفرضونه. كل الأحاديث التي جاءت في شأن الخلافة لا تعني الاسم، وإنما تعني ألا يكون الناس فوضى لا نظام لهم، وإنما يكون لهم نظام، سمي ما شئت. وحدثنا لأي حد يقرأ ما كتب في بعض التاريخ عن بعض الخلفاء يجد مشكلات كثيرة. يعني مثلا نقرأ في معظم كتب التاريخ القديمة والحديثة
اول خلفاء بني عباس هو الخليفه ابو عبد الله السفاح، وسمي سفاحا لكثرة ما سفك من الدماء، وكان يقتل على الهويه القبليه، وقتل كثيرا من بني اميه. اما ان يكون هذا الكلام غير دقيق في تسجيله، واما ان يكون دقيقا. طب لو كان دقيقا، هل ده النموذج الذي نبحث عنه؟ هل العبره بالاسماء؟ ما اسهل الاسماء والمسميات، وكل حاكم يسمي نفسه خليفه، ويبقى عندنا 1000 خليفه لو كانت القضيه في الاسماء والمسميات. القصد ان يكون هناك نظام له حاكم اعلى، لا مشكله في التسميه، يسمى في بعض الدول ملكا او رئيسا او سلطانا. القضيه ليست في الاسماء والمسميات، وانما فيما يحقق نظام الحكم، يحقق العدل ويمنع الفساد ويوفر حريه المعتقد ويعمل على قضاء حوائج الناس، فهو حكم نشيط بغض النظر عن الاسم او التسميه. ثم تحت الحاكم العام او الرئيس او الملك او السلطان تحته ولايات شرعيه. هذه الولايات ذكرها الفقهاء باسماء الولايه على الجند التي تعادل او مسمى وزارات الدفاع في العصر الحالي، الولايه على الجند لوزير الدفاع، الولايه على الشرطه لوزراء الداخليه، الولايه على القضاء لوزراء العدل. كان هناك ما يسمى الولايه على المساجد، وهي لوزراء الشؤون الاسلاميه او الاوقاف في دولهم. بعض الدول كما عندنا في مصر تعطي الولايه على المساجد لوزاره الاوقاف، وتعطي الولايه على الافتاء لفضيله المفتي. هذا ما يحدده نظام كل دوله، وما حدث ايضا لم يكن قرانا للدولة أن تجمع ولأخرى أن تفرق. فلدولة أن تعطي الولاية على المساجد والتعليم الديني والإفتاء لوزارة واحدة أو تجعلها في وزارتين، هذه الولايات الشرعية، وبدون هذه الولايات الشرعية تهدم الدول. ولو قلنا إن هل يجوز في أي دولة من الدول لو إن بدل وزارة الدفاع يبقى عندك ميليشيات، نعلم مصير الدول التي تحولت فيها الأمور إلى ميليشيات. ولا يجوز لأي دولة من الدول أن كل قبيلة من القبائل أو إقليم من الأقاليم يكون له حكم يعني بعيد عن سلطة الدولة الرسمية، أو كل تيجي قبيلة أو دولة أو إقليم يقول لا والله إحنا لن نتبع قضاء الدولة، سيكون لنا. هذه ليست دول على الإطلاق، ولا يستقيم به لا أمر الدولة لا في الدين ولا في الدنيا. فاللي بنأكد عليه أن المؤسسات الرسمية هي صمام الأمان للدول، ولكن للأسف الشديد وبوضوح شديد هذه الجماعات وبلا استثناء مصلحة الجماعة فوق مصلحة الدولة، ومصلحة التنظيم فوق مصلحة الدنيا كلها وفوق الدين وفوق كل شيء، فهي لا تقوم إلا على أنقاض الدول. فالجانب الأول لابد من أن يعود للمؤسسات الرسمية وضعها. ولذلك لجأت بعض هذه الجماعات ما يسمى بالكيانات الموازية في كل شيء. يحاول مثلا في الطب يدخل بعيادات معينة تتبع بعض الجمعيات وتعطي انموذجا. نحن نشجع العمل الاجتماعي بأعلى طاقة على أن نفصل بين العمل الاجتماعي والعمل الديني، بين العمل الاجتماعي والعمل السياسي، وألا نوظف الأعمال الاجتماعية لخدمة أيديولوجيات معينة. لو إن أي جمعية تعمل كيان طبي لعلاج الفقهاء نرحب به، لكن على ان توظفه سياسيا للانتخابات او توظفه دينيا للايديولوجيات فهذا مكمن الخطأ. هو بيعمل ايه؟ بيعمل نموذج او اتنين ويعتني بيهم عناية بالغة سواء في مجال الصحة او في مجال التعليم، ويقدم نفسه على انه المنقذ، والناس تقول يا سلام ادي لو كانوا دول يمسكوا الصحة لغيروا، لو كان دول يمسكوا التعليم. ونعلم ان عندما آلت إليهم مصائر البلاد في كثير من الدول ذهبوا بها إلى حافة الهاوية، وشاهدنا إقصاء وتمييزا لم يشهد التاريخ مثله من هذه الجماعات. ولذلك أنا أدل لله أن كل هذه التنظيمات الأيديولوجية خطأ على الدين وخطأ على الدولة، خطأ على كيان الدولة وخطأ على الدين. فإحنا بنأكد أن القضية دور المؤسسات الدينية مستمد من قوة الشرع أولا من الولايات الشرعية، ومستمد من قوة القانون، ويجب ألا يسمح في الدولة القوية بكيانات موازية
لسلطة الدولة أو فوق سلطة الدولة، وإن طالما الدولة فيها كيانات يحسب لها ألف حساب ده دليل على هشاشة الدولة، وإنما يجب أن تخضع كل المؤسسات لسلطة الدولة. إحنا في إطار اللي هو دايما كما قلنا التشكيك، إحنا بنأكد ونشهد الله إن إحنا في مناخ ذهبي في الخطاب الديني، نعرف طريقنا جيدا، لا توجد أي إملاءات ولا تسييس للخطاب الديني بأي شكل من الأشكال، وإحنا الحمد لله أظن في غالب دولنا العربية على أقل تقدير يترك المساحة واسعة لعلماء الدين، لكن إحنا بنفرق بين أمرين، وده كان حدث للأسف الشديد، حدث فيه خلط ربما في بعض الأماكن في بعض الدول في عقود ماضية بين مواجهة التدين ومواجهة التطرف. ظنت بعض خطأ أن تكفيف منابع التطرف يقتضي بالضرورة تكفيف منابع التطرف، وأن التدين يؤدي إلى التطرف، مع أن الأمر على العكس من ذلك بنسبة 100%. الدين جزء، الدين الصحيح، الفهم الصحيح للدين جزء من الحل، ولا يمكن أن يكون جزءا من المشكلة على الإطلاق، بل الخطورة، كل الخطورة في محاولة تكفيف منابع التدين. بمعنى الإنسان كما يقولون متدين بفطرته، لدرجة أن بعض المناطق عرف الإنسان بالخاصة بأنه كائن متدين، يعني بدل ما يقول كائن ناطق أو يعني حيوان ناطق قالوا حيوان متدين، اعتبر أن الدين أهم خاصية يتم، وللدين أثر وخاصة في عالمنا العربي والإسلامي. فلو أن أي إنسان لم تعلمه الدين الصحيح منذ نعومة أظافره، من يأتي ليعلمه الدين بعد ذلك سيأخذ ما يعلمه على أنه الدين الحق، لأن أهل الباطل لا يعملون إلا في غياب الحق. وأكدت أن جماعات إن أي مكان أو منطقة في عالم وسطي متدين محبوب فاهم لا يمكن أن ينشأ فيه التطرف، وإن أي حد لو وضعت أمامه التشدد وسماحة الإسلام لا يمكن بالفطرة السليمة إلا أن يختار سماحة الإسلام، وأهل الباطل لا يعملون إلا في غياب أهل الحق، وجماعات التطرف نشأت في غياب خطاب ديني وسطي رشيد متمكن من أرض الواقع. فالحل إن إحنا لو أنا حصنت الولد من نعومة أظافره وعلمته أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ولقتل إنسان أعظم عند الله من زوال الدنيا، لو حاول من يجره إلى القتل لا يمكن أن يذهب إليه، لأنه حصن في طفولته وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. الأمر الأهم هو لابد من إعمال العقل في فهم صحيح النص والتمييز واعتماد المنهج العقلي، والتحول من خطاب الحفظ والتلقين إلى خطاب الفهم والتحليل، ومن الثقافة الضيقة إلى أفق ثقافي أوسع، يدرس أبناؤنا العلوم المختلفة من علم النفس وعلم الاجتماع والتاريخ والحضارة حتى نوسع مداركهم. وفي يوم في حوار مع أحد المثقفين عن الجماعات الإرهابية قال: لا يمكن أن يحملني أحد على التطرف لأني سأحكم العقل، إذا قال لي قم بهذه العملية التفجيرية قلت له ما المقابل؟ لو قال أنا أعطيك مليار دولار، وأي إنسان عاقل ماذا سيستفيد بمليارات الدولارات بعد أن يفجر نفسه؟ هقول له لك الجنة، اللي هيسأله بقى وانت لو عملت عملية دي هتأديك إلى الجنة، ثم يرغبه في الجنة. هقول له طيب لو كانت هذه العملية اللي انت عايز أقوم بعملية القتل أو التفجير ستؤدي إلى الجنة وإلى النعيم المقيم، لماذا لا تذهب أنت أولا حتى أصدقك؟ لو الحزام التفجير ده يودي الجنة، طب ليه ما روحتش انت؟ ليه عايزني انا اللي اروح؟ ما تتفضل تروح انت الاول عشان اصدقك ان انت، انما تبعتني انا. لابد من الخطاب العقلي. الامر الاهم وده مهم جدا في المؤسسات الدينية الرسمية، للأسف الشديد مع ظهور موجات التشدد بدأ بعض الناس يخاف ان يدافع عن حقيق عن الدين الحقيقي وعن التدين، وكأن التدين أيضا أصبح سبة، وإن الإنسان المتدين يعني أنه بالضرورة ذاهب إلى التشدد، مع أنني أؤكد أننا لا يمكن، وكلامنا دين لله به،
لا يمكن أن نقضي على التشدد من جذوره إلا إذا واجهنا الإلحاد والزندقة والانحراف والتسيب والانحراف الأخلاقي بنفس القوة، فكلا طرفي النقيض زميمان. يعني لابد، لا يمكن هتواجه التشدد وانت بتترك التسيب، فلابد أن يكون هناك توازن في الخطاب الديني بين مواجهة النقيضين، وكلاهما بنسميه تطرف. التشدد والتفجير والتكفير تطرف، والدعوة إلى الانحراف الأخلاقي والقيمي والتطاول على ثوابت الأديان أيضا تطرف. وأكدنا في أكثر من لقاء أن دعاة التسيب والفوضى الدينية والأخلاقية أفكارهم قنابل موقوتة كقنابل المتطرفين سواء بسواء. فنحن بنؤكد أننا كمؤسسات دينية نبتغي ما يرضي الله عز وجل، ندعو إلى واحد، أولا إعمال العقل، إعمال العقل في فهم صحيح النص والتحول من مناهج الحفظ والتلقين. هذه التوصيات خلصت يا استاذ كرم. أول حاجة إعمال، التوصية الأولى التأكيد على إعمال المناهج العقلية في فهم النص والتحول من ثقافة الحفظ والتلقين إلى ثقافة الفهم والتحليل. الأمر الآخر تمكين المؤسسات الرسمية في كل قطاعات الدولة واحترام كل المؤسسات سواء الجيش، الشرطة، القضاء، وإعلاء راية الدولة الوطنية. والحقيقة بما إن وكل شعارات الدولة الوطنية، أنتم تعلمون أن بعض الجماعات المتطرفة والمتشددة فكريا أخذت يعني كانت لا تقوم ولا تحترم علم بلدها بدون وعي ولا فهم في الدين، وناسين أن الإسلام أعطى العلم الذي هو الراية قيمة. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما لأعطينا الراية غدا، لأعطينا الراية غدا لرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وأعطاه لسيدنا علي واللي كان يحملها الإمام علي، سيدنا حمزة بن عبد المطلب، كبار الصحابة. وفي غزوة مؤتة ثلاثة من الصحابة استشهدوا وكان الواحد منهم يستشهد ولا يقع العلم على الأرض. ولأن بنقول وقوع العلم أو القائد سواء قائد الدولة أو قائد الجيش هو رمز انهيار الدولة، وكان طول ما العلم ما زال مرفوعا. ولذلك سيدنا جعفر بن أبي طالب قطعت يده اليمنى حمل العلم بيده اليسرى، قطعت يده اليسرى حمله بعضديه. وقبل أن يقع كان تقدم زميله الثاني فالثالث حتى تقدم خالد بن وليد، وهذا العالم هو ما يعبر عنه بالراية. لكن واحد من الجامدين ومن أصحاب العقول المتحجرة اللي هم يعني دعاة التخلف الفكري، فبقول له بتكلم ده، قال لي طب بقول لك على حاجة، طب ما بلاش نسميه عالم عشان نطلع من الجدل ونسميها راية. يعني هو اللي مخلبه هي اسمها عالم ولا اسمها ايه راية؟ يعني لو سميتها الراية يبقى دي سنة النبي عنده هو، ولو سميتها العلم لا ما نحترموش، ده يبقى علم الدولة. العلم رمز للدولة يجب أن يحترم. يبقى التوصية الثانية احترام مؤسسات الدولة الرسمية بكل مؤسساتها العسكرية والأمنية والقضائية والدينية وإعلاء مفهوم الدولة الوطنية. التوصية الثالثة التوازن في مواجهة التسيب كما نواجه التطرف، حتى لا يظن الناس أن بجانب من الغفلة أو بالتركيز على جانب دون جانب أن المؤسسات الدينية تحارب التدين، فلا بد أن نعطي النموذج أننا نحارب التسيب والانحراف كما نحارب التشدد ونسعى إلى صحيح الدين. فنحن هدفنا هو التمكين لصحيح الدين وليس إقصاء الدين من الحياة إذ لا يمكن ذلك. بشكر حضراتكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله.